نلعب بالجلد، تعرف ايه الجلد؟ نحن صغار كنا نلعب بالجلد. شفت الأوضة، شفت البيت، شفت هالبيادة، لأنها بيادة واسعة، شفت هالبيوت، صور قدامي هلا البيوت. الوطن غالي. يا ليت من اليوم، يا ليت من اليوم. من يطلع على واقع الحدود وتاريخها، الحدود اللبنانية مع فلسطين، يستطيع أن يطلق على هذه الحدود تسمية الحدود المتدحرجة باتجاه الشمال دائماً على حساب لبنان. في العام 1917 صدر وعد بلفور، وهنا يأتي الربط في مسألة وعد بلفور بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين ومسألة ترسيم الحدود تحديداً بين لبنان وفلسطين. الإنجليزي اللي كانوا موجودين بفلسطين وانتداب على فلسطين كانوا عاطين سنة 1917 وعد بلفور لليهود أنه بإنشاء وطن قومي لليهود بفلسطين، ظناً منهم أنه هني بعد 30 سنة بالانتداب تخلص فترة الانتداب عن طريق عصبة الأمم وبعدها بيسلموا الأراضي لليهود. عندما رسم خط سايكس-بيكو في العام 1918 كانت الأرض اللبنانية تصل إلى نهاريا تقريباً، إلى شمال نهاريا ب 2 كيلومتر، ولكن الضغط الإسرائيلي الصهيوني، ولم تكن دولة إسرائيل كيان العدو قد نشأت يومها، ومطامع الصهيونية بمياه الليطاني جعل البريطاني يعيد النظر بخط سايكس-بيكو ويدفع هذا الخط باتجاه الشمال. في سياق التخطيط مشروع الوطن القومي لليهود في فلسطين اقتطعت من خلال مراحل الترسيم ومراحل التفاوض المتكررة، اقتطعت أجزاء من الأراضي اللبنانية وضمت إلى الأراضي الفلسطينية. كانت القفزة الأولى لهذا الخط في العام 1918، قدمت أرض لبنانية في الجليل الأعلى بعمق يتراوح بين كيلومتر إلى كيلومتر ونصف. لكن القفزة الثانية التي حصلت كانت في مؤتمر سان ريمو الذي عقد في العام 1920. في هذا العام اقتطعت منطقة واسعة من الأرض اللبنانية تسمى القرى السبع. القفزة التي اقتطعت القرى السبع ضيقت مسافة ما بين الحدود الجديدة التي رسمها المنتدب ونهر الليطاني في منطقة المطلة 7 كيلومتر، وفي منطقة رأس الناقورة
35 إلى 37 كيلومتر. يعني هني مشيوا قفزة نوعية، كان عندهم يمشوا 7 كيلومتر بيوصلوا على الخردلة على الليطاني. القضم كان من أجل الماء أساساً، وطبعاً هني بدهم أرض دائماً طالما عنوانهم أرض إسرائيل من الفرات إلى النيل. مرت الحدود اللبنانية الفلسطينية على مدى سنوات بمراحل عديدة. في العام 1917 كانت الحدود مطابقة لخط سايكس بيكو، وهذا ما لم ترضى به المنظمة الصهيونية العالمية، ولا سيما أن هذا الخط بعيد عن نهر الليطاني نحو 40 كيلومتراً، ولطالما اعتبر هذا النهر محور كل الخطط التوسعية الصهيونية، لأنه في نظر الزعماء الصهاينة سيشكل شريان الحياة المائية لإسرائيل، الأمر الذي جهر به رئيس المنظمة الصهيونية العالمية حيم ويزمان فيما بعد عندما تقدم بكتابه الشهير إلى وزير الخارجية البريطاني آنذاك اللورد أونسكور في 30 أكتوبر تشرين الأول عام 1920، حيث قال فيه إن فلسطين من دون الليطاني لا يمكن لها أن تعيش. لقد حاولت إسرائيل الضغط على الطرفين البريطاني والفرنسي لتعديل الحدود، فكانت اتفاقية سان ريمو عام 1920، حيث أعلن الجنرال الفرنسي غورو قيام دولة لبنان الكبير بموجب القرار 318 الذي عين حدود هذه الدولة الجديدة. وهذه الحدود شملت حينذاك 31 قرية لبنانية جرى سلخها عن لبنان لمصلحة فلسطين، ومن ضمنها ما يعرف بالقرى السبع. عندما أعلن لبنان الكبير في أيلول 1920 وبعد الاتفاق البريطاني الفرنسي في سان ريمو، أنشئت لجنة عسكرية ثنائية برئاسة ضابط فرنسي هو الرائد بولي، وضابط إنجليزي هو المقدم نيوكامب، وأسميت هذه اللجنة لجنة بولي نيوكامب. هذه اللجنة جاءت بخط حدود بين لبنان وفلسطين، وأخرج كلياً منطقة سهل الحولة برمتها، منطقة القرى السبع برمتها. وعندما فرغت لجنة بولي نيوكامب من عملها في العام 1922 رفعت أعمالها لمصادقة الحكومتين. عدلت لجنة بولي نيوكامب الحدود إلى الشمال لتبدأ من رأس النقورة ولتسير إلى الجنوب قليلاً قرب قرية علم الشعب، وبعد ذلك تخرق شمالاً على حساب لبنان عند حدود رميش ويارون، ويستمر الانحراف حتى شمال غرب المطلي، ثم تنحرف مجدداً على حساب لبنان فتمر بجسر البراغيت وجسر الحصباني بدلاً من مرورها بتل القاضي وتل دان. كان في ضغط صهيوني لمنع المصادقة على هذه الحدود حتى يعاد النظر بها وتتدحرج مرة جديدة باتجاه الليطاني، لكن بعد 8 أعوام يعني في العام 1932 صادقت عصبة الأمم على أعمال اللجنة كما هي بدون أي تحفظ أو تعديل، ومنذ العام 1932 بات للبنان حدود دولية مع فلسطين، يومها لم تكن محتلة منتدب عليها معترف بها دوليا، وضاعت بشكل نهائي من ناحية قواعد القانون الدولي العام هذه القرى التي هي القرى السبع. مرت قضية القرى السبع اللبنانية المحتلة بمحنتين. المحنة الأولى عندما تم اقتطاع هذه القرى من الأراضي اللبنانية وضمها إلى الأراضي الفلسطينية في ظل الانتداب البريطاني على فلسطين والفرنسي على لبنان. المحنة الثانية تمثلت في قيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين في العام 1948 وطرد أبناء القرى السبع من بلداتهم وقراهم خارج أراضيهم
من ضمن محنة فلسطين وطرد الشعب الفلسطيني. تمتد القرى السبع من الشرق إلى الغرب على شكل قوس يبدأ من إبل القمح بمحاذاة العديسي في شرق لبنان وينتهي بتربيخة في الغرب بمحاذاة مروحين، وتشكل القرى السبع سلسلة مترابطة من المرتفعات والهضاب يفصل بينها موقع المنارة وهو أعلاها ارتفاعاً وقد اشتراه الصهاينة لقيمته الاستراتيجية، وتأتي المالكية إلى الجنوب من المنارة الثانية في الارتفاع، وهذه القرى هي هونين، إبل القمح، قدس، تربيخة، المالكية، صلحة، النبي يشع، والتي سعت إسرائيل إلى تغيير معالم هذه القرى لتتبدل هويتها، فعملت على تغيير أسمائها وبات لكل قرية اسمها الجديد باللغة العبرية. هذا القطاع لا يشمل سبع قرى، إنما يشمل 42 بلدة وقرية ودسكرة، وأسمي قطاع القرى السبع لأن هذه القرى هي السبع الأساسية فيه على قياس تسمية الكل بالجزء. يضاف إلى القرى السبع عدد من المزارع والبلدات في سهل الحولة، ففي العام 1862 وضع الجيش الفرنسي خريطة تبين أن شمال بحيرة الحولة وسهولها كانت تابعة لقضاء مرجعيون، وكان عدد سكانها أنذاك 5790 نسمة، وبذلك يكون سهل الحولة وشمال بحيرته تاريخياً من الأراضي اللبنانية، وتوجد نسخة من هذه الخريطة في قسم الطوبوغرافيا في وزارة الدفاع اللبنانية. 40 قرية بيتوزعوا على السهل، هالشريط الضيق اللي هو يفصل بين جبال لبنان جبل عامل وجبال السوريين الجولان، هالممر السهلي البسيط، هالأغوار البسيطة، هيدي يعتبر سهل الحولي. سهل الحولة برمته مملوك للبنانيين، برمته مملوك للبنانيين، منهم من باع أرضه ومنهم ما زال يحتفظ حتى الآن بصكوك الملكية الصادرة عن الدفتر خانة العثمانية في الأستانة تثبت ملكيته للأراضي. هيدولي 15 قطعة شريهم المرحوم بيي وأخوته من ناس من ضمننا، اللي بيبيع بده يبيع كان يقدر يشتري، بس لي سوء الحظ كانوا هيدولي بسنة 43 45 48، يعني ما لحقنا جبنا هيدي الأوراق وسجلناها بالدوائر العقارية بوقتها، ظلت على هيك بهالشكل بيمضيها شهود وبيبصم هو صاحب العلاقة البائع، وبتصير هيدي تعتبر هي سند الملكية مكتوبة فوق كيف عقد بيع. الخالصة قاعدة من قواعد سهل الحولي، الفسيح الخصب اللي بيوصل إلى قاعدته وعاصمته الكبرى لسهل الحولي هي صفد، وبتيجي ثاني قرية أو ثاني بلدة بقضاء صفد هي الخالصة. هيدول المناطق اللي كانوا تابعين دولة لبنان الكبير الخالصة قضى مرجع يون لواء صيدا، ومثبت هيدا بالمستندات اللي موجودة. بعد سقوط الدولة العثمانية وفي 17 من مارس أذار عام 1919 طلب الصهاينة في مؤتمر السلام في قصر فرساي الفرنسي أن تكون حدود لبنان مع فلسطين حتى جنوب مدينة صيدا وتضم في الواقع نهر الليطاني، ولكن الحكومة الفرنسية استهجنت الأمر ورفضته، واستمرت الاقتراحات تنهال على الفرنسيين من قبل البريطانيين حتى شباط فبراير عام 1920 عندما بدأ الصهاينة بإفشال خطة ترسيم الحدود في بحيرة الحولة بكل الأساليب، إلى أن نجح الصهاينة بالضغط على البريطانيين والفرنسيين ليعدلوا الحدود المتفق عليها بينهم حتى تشمل بلدة المطلي، وبالفعل نجحت الحركة الصهيونية العالمية بسلخ سهل الحولة وبلدة المطلي وأراضي القرى السبع
عن قضاء مرج عيون وصور، وهي اليوم تسمى إصبع الجليل. هيدا المشروع اللي صار، نقلوا هيدي القرى اللي عم أقول لك عنها أو جزء منها من قضاء مرج عيون بلبنان، تبعوا إلى قضاء صفد بفلسطين. صار قضاء صفد كبير، شالوا بعض القرى المضطرفة على الأطراف قضاء صفد لمنطقة الغرب، وتبعوهن لقضاء عكا، لأنه كبر قضاء صفد بعد ما دخلوا عليه هيدي القرى اللبنانية. جرى احتلال القرى السبع وتهجير أهلها عام 1948 من قبل العصابات الصهيونية، بعد أن ارتكبت المجازر الجماعية بحق أهلها، والتي كانت أقرب إلى الإبادة الجماعية بهدف تفريغها. وقت اللي 48 تهجرنا، احتلت إسرائيل وما عدنا قدرنا نجي على بلدنا. تهجرنا في سنة 1948 ورحلنا شهداء، كان عمري 9 سنين وقت اللي تهجرنا من هنين. يوم التهجير كنا قاعدين بالبيوت، شوي صار يطلع رصاص وهيدا، قالوا اجوا اليهود، اجوا صارت في عنا مقاومين صاروا يقاوموهن، وطلعنا نحن تهجرنا من البيت وطلعنا على لبنان. الناس لما كانت اجت لهون بحالة التهجير ما في وسائل نقل، يعني اجت الناس فاتت عبر الحدود اللبنانية على اللي عنده دواب وما تبقى مشي على الأقدام. يعني أنا تحكي لي أمي إنه أنا حطوني على الدابة بخرج أنا من ميل، وأختي الثانية كانت بعدها بوبة صغير بميل الثانية، وأختي اللي أكبر كانوا جارينا وتمشي. هيدي المسافة مهلكة جداً، فيها معاناة لوعورة الطريق، معاناة للجوع، معاناة للعطش، معاناة للأشواك، يعني حالة صعبة جداً. أخذنا فلش ولحف ونسينا كبوت لخي كان عسكري، قال لي بي بدك تروح تجيب له اياه. وقتها مين هذيك الايام مين بيقول له لبيه لا، يعني مهما كان. رحت معي المفتاح، الدنيا هادي، وصلت على الضيعه ما فيها حدا. اخذت المفتاح من جيبتي، فتحت لقيت الكبوت على الصوفه، عملت الكبوت ورجعت على دار الميس. كنا قاعدين بدار الميس، طلع في بي هيك قال لي رحت وجيت؟ قلت له هيك. الوالد كان بتاجر بالمواشي، تاجر مواشي، ينزل على هالساعة سحل الحولي هونيكي في بلد اسمه الخالصة، كان في سوق يوم الثلاثة، يعملوا سوق الثلاثة بالخالصة. لما تهجرنا كان عمري 16 سنة، هجرنا طلعنا على دفعات. التهجير الفعلي الذي مسح كل الأرض حصل
بعد العام 1948، بعد 47 بعد قرار التقسيم وتنفيذه ب 48 وإعلان دولة الكيان العدو في 15 أيار 1948، هنا أفرغت القرى كليا ولجأ من كان فيها إلى لبنان، منهم من جاء بذهنية اللجوء المؤقت، منهم من جاء بذهنية اللجوء النهائي أو النزوح النهائي لاستعادة جنسيته اللبنانية. حتى الناس احتفظت بأوراق الملكية تبعها، احتفظت بالمفتاح تبع البيت تبعها، احتفظت بمقتنيات بسيطة يعني تستعملها بوقت آني جدا على بناء الأشياء الثمينة والكبيرة، دفنتها بالأرض بالخالصة. كان عندن فكرة بمخزون الذاكرة تبعاً وقت نطلعوا من 48 أنه إحنا خلال هالأسبوع 7 أيام وبنرجع. هيدول 7 أيام صاروا 70 سنة وبعدن الله أعلم إمتين. القرى السبع كلهم متداخلين، بس القرى السبع كلهم متداخلين مع كل القرى اللي مع جنبهم من جهتهم مع لبنان، كلهم متداخلين. يعني أي قرية من القرى السبع كانت متداخلة تماما بالمصاهرة بالشغل بالزراعة بكل شيء مع كل القرى الجنوبية اللي حد منها، يعني القرى اللبنانية اللي حد منها دوري، وهذا دليل على الناس عايشة مع بعضها. يعني مين بالجنوب ما بيعرف هونين إنه ضيعة لبنانية؟ كل أهل الجنوب بيعرفوا الخالصة والملكية، ولو مير مجيد خاض يعني الجيش اللبناني وسقط وقتها الشهيد النقيب محمد صغير، وكان معه معروف سعد الله يرحمه كمان الشهيد معروف سعد، قتلوا بالملكية مشان استعادتها. الخالصة مين ما بيعرف انه الخالصة بلدة لبنانية. الموضوع كان عملية تسليك حدود مش أكتر من هيك، بس آخر شيء الناس دفعت حقها، إن مشكلة القرى السبع نشأت جراء مشروع استعماري تواطأ مع الكيان الصهيوني واقتطع هذه الأراضي مبكراً في حسابات مصالح الكيان الصهيوني وفقاً لاتفاقية بولينيو كام، من غير شاغل ومن غير مستثمر. إسرائيل تعلم أن الأرض ليست لها وفقاً لاتفاقية بولينيو كام، ولبنان يظن أن إسرائيل وضعت يدها عليها، وهذا ما اكتشفناه في العام 2000 عندما عينت رئيساً للجنة العسكرية اللبنانية للتحقق من الاندحار الإسرائيلي عن الجنوب، حيث أننا وصلنا إلى مناطق لم يشغلها لبنان ولم يدخلها لبنان منذ العام 1948، وهي مناطق وفقاً لاتفاقية بولينيو كام مناطق لبنانية واقعة تحت السيادة اللبنانية. وأنا شخصياً يعني اتصلت بأكثر من طرف من أهالي هونين الأعزاء لأقول لهم هناك أرض لكم وهي ضمن السيادة اللبنانية، اذهبوا واستثمروها، يكون هناك ولو نواة قرية صغيرة، مع أن المساحة تتسع لبناء قرية في تلك المنطقة. عندما انسحب العدو الصهيوني من معظم الأراضي اللبنانية المحتلة في العام 2000، بعد الانسحاب نشأت مشكلة بين الدولة اللبنانية وبين الكيان الصهيوني. المشكلة كانت متعلقة بإشكالية ترسيم الحدود ما بين الحدود الدولية وما بين الخط الأزرق. أيضاً كانت هناك مشكلة تلال كفر شوبة، مشكلة مزارع شبعة، مشكلة بلدة الغجر. وهنا استحضر لبنان وحضرت بقوة قضية القرى السبع. نحن في العام 2000 وضعنا الأمور في نصابها ومنعنا العدو الإسرائيلي
من الدخول إلى هذه المنطقة لأن كرسنا حدود الدولية. في تلك الفترة كلفتني قيادة حزب الله بأن أتابع هذا الملف وأهتم فيه. في تلك الفترة قمت بخطوتين. الخطوة الأولى تشكيل الجمعية الاجتماعية الثقافية لأبناء الكرة السبع، وهذه الجمعية حصلت على علم وخبر وزارة الداخلية في 24 من تموز العام 2000. المسألة الثانية، كلفت فريقاً من الخبراء القانونيين قاموا بإعداد دراسة تحت عنوان الكرة السبع اللبنانية المحتلة، دراسة قانونية اجتماعية. كان موقف حزب الله من هذه القضية أنه يقف خلف الدولة اللبنانية فيما يخص قضية الكرة السبع. هناك خطوات حقوقية وقانونية لا بد من إجرائها، وهذه الخطوات عودت المقاومة جمهورها وكل من يواكبها من عدو أو صديق على أنها ذات مصداقية، فهي لا تطالب إلا بما يقر به القانون بأنه حق ينبغي أن يحصل. مثلا في مسألة مزارع شبعة، عندما نشأ خلاف حول لبنانية مزارع شبعة بين من قال أنه لبنانية ومن قال أنه ليست لبنانية، وصار في سجل. حزب الله حسم النقاش في هذا الموضوع، قال نحن موقفنا هو الموقف الذي تتبناه الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية قالت مزارع شبعة لبنانية، إذن مزارع شبعة لبنانية. احتفظ أهالي القرى السبع بهوية دولة لبنان الكبير التي حصلوا عليها عام 1920، وبعد النزوح عام 1948 بقيت سجلات نفوس أبناء القرى السبع موجودة في دائرتي صور ومرج عيون، وكان يكفي لأي شخص أن يتقدم بطلب إلى القضاء اللبناني لاستعادة جنسيته الأصلية بعد أن يثبت أنه من القرى السبع. الجنسية بين أرض لفلسطين وأرض للبنان لم تكن صارمة وحاسمة طالما أن المنطقتين كانت تابعتين للدولة العثمانية. في العقود التي تلت قيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، كافح أبناء القرى السبع بالإمكانيات وبالوسائل المتاحة والمتواضعة لإثبات هويتهم، لإثبات انتمائهم، لإثبات مواطنيتهم اللبنانية. اللي بقي تحت الاحتلال الإنجليزي والانتداب الإنجليزي صار محسوب إنه والله على فلسطين، واللي صار هون بقي هون، اللي بلبنان بقي هون. بس بالإحصاء بال21 وبال24 محصيين لبنانياً، يعني في إحصاء تربيخة، ملكية، هنين، أدس، قبل القمح، النبيوشع، صلحة، كلهم محصيين، ولا واحدة منهم منها محصية لبنانياً. يعني في سجل، طب ليش محصية مازال مش لبنانية؟ هلأ كونهم بقيوا هونيك بدي سميه أمر واقع، إنه يعني أنت بدك تحمل هوية تعرف عنك. يعتبر أهل القرى السبع لبنانيين مسجلين بموجب إحصاء عام 1921 في سجلات النفوس القديمة في مدينة صور، والتي بموجبها استعاد ثلث أبناء تلك القرى جنسيتهم اللبنانية بين العامين 1960 و1963. من كان من أبناء القرى السبع أو غير قرى متمسك أو واعي للمستقبل وواعي لما يخطط أو عرف بما يخطط،
سارع للخروج من هذا المأزق والقيد في العام 1932 بإحصاء 32 بأنه لا زال يحمل الجنسية اللبنانية بصرف النظر عن أرضه التي انتقلت. نحن عندنا بالستينات ما لا يقل عن 7000 شخص من القرى السبع، 7000 شخص هؤلاء محصلين جنسية لبنانية بناء لمحكمة، بناء لقرار محكمة، يروح يقدموا محكمة ويأخذوا، يعني هذا بناء على شو هذا القرار؟ لو ما كان في مسند منطقي وسليم عند وزارة الداخلية بديك الفترة ما كانت بتعطيهم جنسية، فكلهم جنسين. واليوم في عنا ضباط بوزارة الدفاع، عنا موظفين بالداخلية، عنا موظفين بالتربية، قديمين مش جداد. بقي الكثيرون من سكان القرى السبع ممن لم يستعيدوا جنسيتهم اللبنانية بإحصاء 21 و32 و60، حيث ظلوا مهجرين في وطنهم حتى صدور مرسوم التجنيس المرقم 5247 الذي صدر في 20 حزيران عام 1994، حيث تم تجنيس معظم أبناء هذه القرى. أنا الحقيقة كنت وزير داخلية 1992-93-94، وانطرح الموضوع. الحقيقة كان مطروح بالطائف، وقبل الطائف كان مطروح بالشارع ومطروح بالندوات السياسية، تصريحات السياسيين. كان في دائما ضغط شعبي وسياسي من أجل حل هذه المشكلة، وانبحثت بالطائف، وكان الأساس أنه وضع قانون جديد للجنسية قبل الشروع بموضوع التجنيس المستحقين. تألفت لجنة وزارية برئاسة الوزير ميشيل إدي، وكان في عدادها يعني أنا كوزير الداخلية، وكان يعني عدد من مثل مروان حمادي ولا فتوش وسواهم. بحقيقة صار عدة اجتماعات، بعتد اجتماعين ما توصلنا لتفاهم لإعداد مشروع قانون الجنسية. فكان موضوع يعني الخلاف فيه عميق، في ناس بيطلعوا إلى رابطة الدم، ناس بيطلعوا إلى رابطة الأرض، والأبعاد الطائفية كان دائما موجودة، ما تم التوصل إلى مشروع. الوزير بشارة مرهج استغل موقعه في وزارة الداخلية وعمل بفكره القومي العربي، وقفز خارج حدود الطائفية المقيتة وحرك هذا الملف بالشكل الذي أدى إلى إعادة الحق إلى أصحابه بالجنسية. هالمرسوم أنصف قرى السبع المظلومين اللي كانوا محرومين من الجنسية. شكل أبناء القرى السبع لجانا اهتمت بمتابعة مسألة استعادة الجنسية اللبنانية. حقيقة كان في لجنة من أهل القرى السبع كنت أتعاون معها، وكنت استقبلهم أسبوعيا. وقتها قلت لهم أنا ما تعتبروا أنه كل يوم في مرسوم، هذا المرسوم هو الفرصة يعني الذهبية اللي مظلوم ياخد حقه. فكانوا يأكدوا لي أنه عم يشوفوا كل العائلات وكل الأحياء وكل المناطق، لحتى طبعاً ويجمعوا الوثائق المطلوبة، لأنه طبعاً اللي فحص هذه الوثائق موظفون كبار بالأحوال الشخصية وضباط كبار في الأمن العام. كل قرية من القرى السبع كانت ممثلة بعنصرين أو ثلاثة أو أربعة حسب نسبة عدد سكان هذه القرية في الجمعية الاجتماعية لأبناء القرى السبع. لما عملنا نحن مرسوم التجنس سنة 1993 وتم تنفيذه سنة يعني إعلانه 94 وتنفيذه بال 95-96، انطرح موضوع القرى السبع. فكان في توافق عام عند الموظفين كما عند كبار السياسيين أنه هؤلاء الناس يجب أن يستعيدوا حقهم، أنه انظلموا، خصوصا أنه كثير عائلات كانت مشطورة شطرين، شطر لبناني وشطر بعده بدون جنسية. فلذلك تمت العودة إلى القيود السابقة اللي موجودة يعني بصور وبالنبطية وبعض القرى الحدودية، وتم اعتمادها في أعطاء الجنسية للذين تقدموا بطلب من أجل الحصول على جنسية. يصر
أبناء الكرة السبع، على أن القضية ليست قضية منح جنسية، القضية قضية استعادة جنسية. لماذا يصرون على ذلك؟ لتثبيت أحقيتهم التاريخية في مواطنيتهم اللبنانية وفي هويتهم وفي انتمائهم. وهذا الأمر ليس متعلقاً فقط بأنه هناك إنسان حصل على الجنسية اللبنانية، الأمر متعلق بتثبيت حق لبنان وحق أبناء الكرة السبع بأرضهم وقراهم وبلداتهم كأرض لبنانية. ومش بسهولة صدر يعني مرسوم التجنس، فقلنا لهم، وهذا كان رأي يعني رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكبار الموظفين، إنه إذا بدنا نعمل استعادة جنسية في ذلك الوقت، وكان الرأي إنه فليتحمل أهل القرى السبع حتى نقدر نصدر المرسوم، لأنه خفنا إنه ندخل بمتاهات إنه بدنا قوانين جديدة وبصير في يعني لغط حول الموضوع، ما بنقدر نكفي عملنا بالمرسوم. نيل الجنسية اللبنانية بالنسبة لسكان القرى السبع للأسف ولسهل الحولة يعني كان التعامل معه على أساس مذهبي. كامل المسيحيين رغم أنهم عدد قليل جدا بعد أن خرجت أرضهم وأصبحت في فلسطين جاءوا إلى لبنان ومنحوا الجنسية أو ثبتت جنسيتهم، نقول تثبيت الجنسية اللبنانية بعد 1920 واعتبروا لبنانيين بإحصاء 32 ولم يثر بوجههم أي شيء. السنة خاصة سكان الحولة عملوا بنفس الطريقة على أساس التوازن. الشيعة وهم معظم سكان القرى السبع والذي تصل أعدادهم إلى ما يتراوح بين 93 إلى 96% من أبناء القرى السبع، انقسم هؤلاء فئات ثلاثة. الفئة الأولى هي الفئة الميسورة المتمولة والتي انخرطت في النسيج اللبناني الاقتصادي والاجتماعي واستعملت طاقاتها المتعددة و استعادت أو ثبتت جنسيتها اللبنانية. هؤلاء يبلغ عددهم نسبة تتراوح بين 10 إلى 15% من مجموع الشيعة، والبعض قال أنهم منحوا الجنسية بالتوازي أو بالتوازن مع المسيحيين والسنة. والفئة الثانية هي الفئة التي كانت تحصل على الجنسية كما يحصل أي أجنبي، أصبح تقريبا ربع السكان ثبت جنسيتهم، ثلاثة أرباع السكان بقيوا خارج هذه النعمة. لماذا؟ لسببين. السبب الأول عدم مبادرتهم وإلحاحهم وضغطهم لحصولهم على الجنسية، والسبب الثاني عائد إلى المعايير الطائفية المذهبية في لبنان، لأن هؤلاء شيعة وإن تجنيسهم أو تثبيت جنسيتهم اللبنانية يزيد في الخلل الديموغرافي، لذلك كانوا يمتنع عليهم تمنع عنهم هذه الجنسية. بعض أبناء القرى السبع لأسباب مختلفة لم يتقدموا بطلبات استعادة الجنسية، والبعض الآخر خسر الحصول على الجنسية بسبب أخطاء وردت في الجداول واللوائح. وبالتالي نشاهد الآن بعض أبناء الكرة السبع، الأب والأم وبعض الأخوة حصلوا على الجنسية وأخوة لهم لم يحصلوا عليها، علماً أنه تقدموا بهذه الطلبات مع بعضهم البعض. ألفين شخص من القرى السبع اليوم بيحملوا الهوية الفلسطينية بعدهم وما بيقدروا يعيشوا حقوقهم المواطنية ببلدهم وبين ناسهم وبين أهلهم، غربتهم مش بس ببلدهم إلا غربتهم مع أهلهم بعد شوي. بمرسوم التجنيس سقطت بعض الأسماء
من المرسوم. يعني كنت بتلاقي عائلة كل العائلة الأم والأولاد معهم جنسية لبنانية، الأب ساقط اسمه بقي على جنسيته الفلسطينية. كل أخذوا طبعاً اللي قدموا طلب. هلأ في أنا عرفت إنه في مشاكل، هلأ في كتير ما تسنى لهم كانوا مسافرين أو إنه صار في إهمال أو إنه إلى آخره، مع إنه نحن عم بقينا 6 أشهر نزيع ونخبر الجمهور حتى كل واحد يحاول يحصل حقه إذا له حق. في عدد مغتربين كانوا مثلاً موجودين بأستراليا أو بأمريكا، إجا مرسوم التجنيس قال لك أنا شو بدي فيها، ما صار معي جنسية أمريكية أو جنسية أسترالية أو جنسية بريطانية، مانيش بحاجة لإلها، فما إجا. هلا بعدين ندموا ليش؟ لأنه بقت صار يجوا يزوروا أهل هون ولقوا إخوتهم صار معهم جنسية لبنانية وهني ما معهم هذه الجنسية، يعني ندموا وعضوا صبيعهم إنه كيف نحن ما إجينا تجنسنا. في عنا قانون رقم 668 هذا أضافت قرية جديدة لقضاء صور تسمى طربيخ، وأقر بمجلس النواب بأربع شباط 2005، وطبعاً مختمة من المخاتير الجوار، وبنفس الوقت اتخذت على وزارة الداخلية على الشؤون العقارية واعتمدت موجود، يعني إحنا هذا شيء رسمي كله. قبل التحرير اجتمعت بالسيد حسن نصر الله وبالأستاذ نبيه بري وتحدثت بموضوع إسقاط الجنسية عن بعض عناصر العائلات من هذه القرى، قرى السبع، ووعدوني طبعاً بأنه في حال، طبعاً ما وعدوني أنه بكرة أعطيك الجنسية، لكن وعدوني أنه في حال صار هناك عملية تجنيس أخرى لابد من إثارة هذا الموضوع. على الرغم من صعوبة هذا الملف فإن ذلك لا يلغي مسؤولية الدولة اللبنانية تجاه هذه القرى والمطالبة بها واستعادتها إلى السيادة اللبنانية بكل السبل وإثارة هذا الأمر على المستوى الدولي مع كل ما يستلزم ذلك من إعداد الدراسات القانونية وتقديم الحجج والبراهين اللازمة، بما في ذلك تبني موقف رئيس الحكومة السابق سليم الحص الذي طالب باسترداد هذه القرى في العام 2000 في معرض رده على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي شاول موفاز وتوصية مجلس النواب اللبناني عام 99 باعتبار هذه القرى لبنانية. وبين الوعود الرسمية لمتابعة ملف من سقطت أسماؤهم من مرسوم التجنيس وبعض الأصوات الرسمية الخجولة التي تطالب باسترجاع القرى السبع، إلا أنه يظهر جلياً بأن التعاطي الرسمي اللبناني مع هذه القضية يتسم بالقصور والتقصير، وبأن المواقف لم تصل إلى المستوى الذي يجعل من هذه القضية قضية ساخنة تستوجب الحل. هذه القضية لم تحظى بالاهتمام الكافي حتى على مستوى حركة أبناء القرى السبع. لا يوجد اليوم تحرك ملحوظ للتذكير بقضيتهم. أنا أعتبر أنه هاي المسألة مسألة تحتاج من قبل الدولة اللبنانية إلى عناية بالمستوى المطلوب وأن توضع على أجندة الاهتمام على المستوى السياسي وعلى المستوى الدبلوماسي. نحن أبناء القرى السبع نعتبر هذه القرى أرض لبنانية محتلة. الأولوية التي نريدها من قبل اللبنانيين في هذه القضية أن تكون قضية إجماع وطني لبناني
أن تكون قضية رأي عام لبناني وليست فقط قضية أبناء القرى السبع، أن تكون قضية بمستوى قضية مزارع شبعة اللبنانية المحتلة، أن يكافح لبنان من أجل استردادها في المنتديات الدولية وعلى كل المستويات، أن تحملها الدولة اللبنانية وتتبناها كقضية من قضايا لبنان التي لا تقبل بالتفريط فيها، لتثبيت لبنانية أبناء القرى السبع من جهة، ولتثبيت هوية هذه الأرض اللبنانية من جهة أخرى. تم اقتطاع هذه القرى بمعاهدة بريطانية فرنسية، هل نحن نعترف بهالمعاهدة؟ أنا بقول لا، ما لازم نعترف فيها. منا موضوع مهم إنه هالمعاهدة الأجنبية بين بريطانيا وفرنسا تقرر مصير شعب، منه شعبة يعني. نحن أهل البلد هن اللي بيقرروا مصيرهم وارتباطهم وهويتهم. كيف بده يشيحنا الأرض راح؟ هو بده يرجع على الأرض. كيف ما عاش وكيف ما راح بده يرجع على الأرض. كيف بده يشيحب الأرض راح؟ لما شوقي لبلدي وأرض بلدي وحياة بلدي، يعني ما كنا قررنا نعمر هون وقبلت ما ابني يعمر هون. إلنا أمل وما زلنا نعيش هذا الأمل بالعودة إلى بلادنا وإلى قرانا. المشكلة بالنسبة لنا في قرى السبع أو غير محلات في لبنان وفلسطين أننا كنا يخطط لنا ولا نخطط، يقرر لنا ولا نقرر.